اللقاء الذي جمعني اليوم بالسيد رئيس الحكومة كان للأعداد للقاء المرتقب إن شاء الله يوم الجمعة بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. هذا جاء معناها تجسيما معناها للطلب اللي تقدم به الاتحاد في محاور معينة للتفاوض، وإن شاء الله تكون ثم مخرجات فيها تفعيل الحوار وفيها الوضع الاجتماعي معناها الصعيب اليوم في تدهور المقدرة الشرائية في غلاء الأسعار، كذلك في ما هو مطلوب اليوم في أفكار من أجل الديناميكية الاقتصادية. هذه الأوضاع المتشعبة بكلها إن شاء الله نوجد لها مخرجات يوم الجمعة بتضافر كل الجهود.